أجمل اللقطات المضحكة في كرة القدم لهذه السنة، يستحيل أن تراها مرة أخرى. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هناك الكثير من اللقطات في عالم كرة القدم، وتسلط الكاميرات أحيانا على ردود فعل اللاعبين أو الجماهير أو حتى المدربين، لكن في هذا الفيديو سنرى أجمل اللقطات المضحكة في كرة القدم لهذه السنة. لنبدأ. كما ترون هنا وأثناء هذه المباراة، رد فعل ماثيو ابن ليو ميسي، وكيف يقول لهم إنه هدف، لكن في الحقيقة لم يكن أي هدف. لكن انظروا إلى ردة فعل ميسي وسواريز والمحيطين بهم والضحك في هذه الأجواء الرائعة. هنا لاعب أرسنال وتوتنهام يقتتلون مع بعضهم البعض عند تنفيذ هذه الركلة الحرة، لكن في النهاية ذهبت الكرة ولم يحتسب أي شيء. في هذه المباراة بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الصهيوني، الحكم توقف ريكاردو كاكا وتقوم بأخذ صورة سيلفي معه بعد إعطائه الكرت الأصفر في منظر يعد غريبا للغاية ويحدث لأول مرة. في هذه المباراة وبعد أن سجل هذا اللاعب هذا الهدف الرائع للغاية من هذه المنطقة، انظروا هنا لاحتفال هذا الصبي الصغير الذي يحمل الكاميرا، يشعر بضحكات شريرة بداخله. انظروا إلى حركاته وردة فعله الغريبة والمضحكة أيضا. في هذه المباراة وبعد تنفيذ هذه الركنية، ما تسبب في تصادم بينهم بهذه الطريقة، وفي النهاية أمسك الحارس بالكرة. هذا اللاعب يرفض إعطاء الكرة لمنافسه ويقوم بإهانته بعدم إعطائه الكرة بهذه الطريقة. هنا هذا اللاعب بعد أن استلم الكرة راوغ بها هذا اللاعب، لكنه أوقفه وأوقعه أرضا، ولكن اللاعب رفض أن يجعل منافسه يقوم عن الأرض وأمسك بقدمه حتى لا يقف. هنا هذا المدافع حاول إخراج الكرة، لكن انظروا ماذا حدث، ارتطمت الكرة بالحكم بكل قوة ويبدو أنها ألمت. انظروا هنا إلى مانويل نوير وكيف ينظر إلى خواكيم لوف ويبتسم ابتسامة تبدو خبيثة للغاية. هنا هذه الحكمة الحسناء توقف المباراة وتتظاهر بأنها ستخرج الكرت الأصفر، لكنها تخرج منديلا لتمسح عرقها به. انظروا إلى الأجواء المريحة هنا. هنا في هذه المباراة تعب اللاعب وهو يراوغ، وفي النهاية أوقعه أرضا، وعندما طلب من الحكم احتساب شيء فقد قام باحتساب ركلة مرمى للحارس. هنا كيليان مبابي يصطدم بقوة في زين الدين زيدان. هنا أثناء تمرير الكرات بين اللاعبين بكل مهارة، ترتطم الكرة بالحكم وترجع إلى اللاعب المنافس. انظروا إلى هذا اللاعب والذي حاول أن يتفنن بالالتفاف وأخذ الكرة، لكنه وقع هو والكرة خارج الملعب. كما ترون هنا إيدن هازارد يراوغ الحكم ويضع الكرة بين قدميه. هنا أثناء اصطفاف اللاعبين للتقديم للجمهور، انظروا إلى هذا الطفل الصغير كيف يرقص صعودا ونزولا. كما ترون هنا محمد صلاح ظن اللاعب أن الكرة ذهبت إلى منطقة أخرى، لكن الكرة بالفعل عادت إلى محمد صلاح. شاهدوا هذا المنظر الجميل والرائع للموجة البشرية من الجماهير، إنه موقف جميل ورائع حقا. كما ترون هذين اللاعبين يقتتلان على الكرة، انظروا كيف يتضاربون ويحاولون أذية بعضهم البعض. هنا عادت الكرة إلى الحارس ولم يعرف كيف يتعامل معها، انظروا كيف ارتفعت الكرة وعادت إلى منافس. هنا لاعبي بايرن ميونخ يحتفلون بهذا الانتصار، وانظروا إلى اللاعب كيف يمازح صديقه ويقوم بضربه وإيقاعه أرضا بهذه الطريقة المضحكة للغاية. هنا وفي هذه المباراة وبعد أن وصلت الكرة بهذه الطريقة إلى هذا اللاعب، حاول تسديدها لكنه فشل بطريقة غريبة. انظروا كيف أضاع هذا الهدف المحقق لفريقه، وبعد أن عادت الكرة مررها إلى زميله
ولكنه فشل أيضا في وضعها في الشباك. انظروا إلى هذا اللاعب أثناء التمرينات كيف يقوم باللعب بالكرة بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة. انظروا إلى هذا اللاعب بعد أن سجل هذا الهدف في شباك أتلتيكو مدريد. انظروا إلى فرحته العارمة واحتفاله بأن قام بالغوص في الأرض هكذا. هنا هذين اللاعبين لم يتفاهما فيما بينهما فارتطما ببعضهما البعض بطريقة مضحكة وغريبة حقا. انظروا إلى ماثيو الطفل الثاني لميسي كيف يداعب أباه، وميسي يحاول التركيز في المباراة لكن طفله يحاول مداعبته. انظروا إلى الأجواء المريحة والجميلة للغاية. انظروا إلى هذا اللاعب بعد أن وصلته الكرة قام بتمريرها إلى زميله، والذي حاول أن يتفنن قليلا فأضاع الكرة بهذا الغباء الشديد. كما ترون هذا اللاعب استلم الكرة، انظروا كيف وقع هذا المنافس أمامه بطريقة غريبة، لقد أضحك الجماهير عليه. انظروا إلى ردة فعل هذا المدرب، يحاول الاختباء داخل الجاكيت الخاص به. بعد احتفال هؤلاء اللاعبين بالفوز، انظروا إلى أين ذهبوا وكيف وقع اللاعب على الأرض. هنا وبعض هذه الركنية التي وصلت إلى دييغو كوستا، انظروا كيف أضاع الكرة حرفيا من أمام المرمى بهذه الطريقة الغريبة، وهنا الجماهير تلتقط الكرة وتحاول أخذها كتذكار. انظروا إلى ردة فعل إبراهيموفيتش الغريبة بعد إبعاد زميله عن حائط الصد، انظروا كيف يقول له اذهب إلى لاعب آخر، حركة مضحكة من إبرا. هنا في هذه المباراة لتوتنهام يأخذون هذا الانفراد أمام الحارس فترتطم الكرة بالقائم، من ثم يقوم الدفاع بتصديها فترجع إلى اللاعبين فيقوم بتسديدها من ثم في العارضة العلوية، وبالنهاية تدخل هدفا للاعبي توتنهام ويحتفلون في هذا المقطع. انظروا إلى الحظ العاثر، وفي النهاية ابتسمت لهم الكرة. انظروا إلى هذا اللاعب والذي تزحلق على الأرض ووقع بطريقة مبالغ فيها حقا، انظروا كيف تعثر وتشقلب على الأرض. هنا في هذه المباراة يبدو أن الحارس يحاول المدرب تغييره، ويقول المدرب للحارس اخرج حتى يتم تبديله، لكن يرفض التبديل ولا يخرج من المباراة، وهنا الحارس يرفض الخروج من الملعب بأمر من المدرب فتستمر المباراة. فانظروا إلى غضب المدرب ساري ويشعر أن لا كلمة له على الفريق. انظروا إلى غضبه العارم هنا وردة فعله الغريبة على هذا الأمر. هنا هذا المصور يحاول أخذ صورة لهذا اللاعب، ويبدو أنه انتبه في النهاية فأعطاه هذه الابتسامة الجميلة والرائعة. هنا لاعبو أياكس أمستردام يحتفلون بالفوز، وهنا هذا اللاعب يضرب زميله على وجهه بهذه الطريقة وبعد ذلك يعتذر له. هنا مدافع ليفربول يرجع الكرة لحارسه لكنه لم يستطع الامساك بها، ما أعطى الفريق الآخر ركنية. انظروا إلى ردة فعل يورجن كلوب. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.